هل تمتلك قطة أو أكثر في منزلك؟ إذا أجبت بنعم فعليك الانتباه، حيث يقوم الكثيرين بارتكاب أخطاء في تربية القطط تؤدي إلى ضرر بليغ في حياة هذه المخلوقات الجميلة. تجاهل الاهتمام بالقطط أو حتى معاملتها بشكل خاطئ قد يؤدي إلى عواقب وخيمة سواء بقصد أو بدون قصد. لذلك نقدم لك اليوم في قناة أنماط مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها الكثيرين في تربية القطط، والتي من شأنها أن تسبب وقوع بعض الضرر على القطة. هذه الأخطاء التي سنذكرها يقع فيها الكثيرين من مربي ومحبي القطط اعتقادا منهم بعدم أهميتها أو عدم معرفتهم بأهميتها بالأساس. لذلك إذا كنت من هؤلاء الذين يقعون في هذه الأخطاء فانتبه، وابدأ في تغيير طريقة تعاملك مع قطتك حتى توفر لها أقصى سبل الراحة في الحياة معك. سلام من الله عليكم ومرحبا بكم متابعي قناة أنماط. يعتقد البعض أن القطط المنزلية التي لا تختلط بقطط الشارع والتي لا تخرج إلى الشارع محصنة ضد الأمراض، لكن هل تعلم أن الذباب والناموس قد ينقل لقطتك الكثير من الأمراض الفيروسية القاتلة؟ هل تستطيع منع الذباب والناموس تماما من دخول منزلك ونقل أي أمراض لقطتك؟ حتى وإن استطعت ذلك وهو شبه مستحيل، فهل تعلم أنك قد تنقل لقطتك الأمراض من الشارع؟ فربما يلتصق برغوث في ملابسك بدون أن تشعر وينتقل إلى قطتك عند عودتك إلى المنزل، وبهذه الطريقة تنتقل إليها الأمراض بسهولة. الاهتمام بالتطعيمات الدورية مثل التطعيم الرباعي للقطط بشكل سنوي أو تطعيمات الحشرات والديدان كل 3 إلى 6 أشهر خطوة هامة جدا للحفاظ على صحة قطتك. البراغيث برغم أنها حشرة يمكن التخلص منها، لكن إهمال التطعيم ضد البراغيث يمكن أن يؤدي لإصابة قطتك بالعديد من الأمراض. أحد هذه الأمراض هي الفطريات على سبيل المثال، والتي تنتقل عن طريق البراغيث وكذلك الديدان القلبية، والتي قد تقتل قطتك لما لها من خطورة كبيرة على صحة الحيوانات. لذلك ولأن الوقاية دائما خير من العلاج، فلا تغامر بصحة قطتك والتزم بتطعيمها بشكل دوري حتى تحافظ عليها في أفضل حال. القطط المنزلية ليست بالمهارة الكافية حتى تستطيع الخروج والتجول خارج المنزل بدون رقابة، هذه حقيقة يجب أن تتذكرها دائما. القطط حيوانات صيادة، لذلك فالقطط التي تكبر في الشارع عندها من القوة والقدرة ما يؤهلها للحياة بهذه الطريقة عكس القطط المنزلية. وبرغم ذلك دائما ما نلاحظ القطط التي تدهس تحت عجلة السيارات أو في المعارك مع بعضها البعض هي من الشارع، ما بالك بالقطط التي لم تعتاد على هذه الظروف؟ لا يجب أن تترك قطتك تخرج إلى خارج حدود المنزل بدون رقابتك أبدا، هذه أحد أكبر أخطاء تربية القطط. إذا أردت أن تمنح قطتك بعض اللحظات خارج المنزل فيجب أن يكون هذا برفقتك حتى تستطيع حمايتها من القطط الأخرى أو من أي أخطار قد تمر بها لو خرجت وحيدة. يصلون بشكل أسبوعي رسائل على قناة أنماط تتعلق باستفسارات عن الكسور في القطط وكيفية علاجها. النوافذ غير محكمة الغلق وكذلك الشرفة قد تحفز القطة للقفز واستكشاف الأمر عن قرب، وهنا تحدث المشكلة. قد تقف قطتك على سور الشرفة في أمان، لكن عند مرور طائر بالقرب من الشرفة أو ذبابة كبيرة أو أي شيء قد يدفع القطة لمحاولة القفز للإمساك بها وبالتالي السقوط. لذلك إذا كنت من هؤلاء الذين يتركون القطة في المنزل لفترة طويلة يجب عليك إحكام غلق النوافذ. القطط حيوانات فضولية بشكل واضح، ودائما ما تريد أن تشاركك في جميع لحظات حياتك. كم مرة وجدت قطتك تحاول أن تصعد على المنضدة وقت تناول الطعام، أو تحاول الصعود والجلوس بجوارك أثناء مشاهدة التلفاز؟ برغم أن كل هذه الأمور تعبر عن حب قطتك لك، لكن البعض يفسرها بشكل خاطئ. يقوم البعض بقذف قطته من على المنضدة أو الكرسي، والبعض الآخر يدفعها بعيدا في أوقات تناول الطعام أو وجود الزوار الغرباء.
هذا التصرف قد يؤذي قطتك جسديا ونفسيا. ربما تتصرف قطتك بشكل مزعج نوعا ما، لكن عليك وقتها أن تقوم بحملها ووضعها في مكان مناسب إذا قامت بتصرف خاطئ. كذلك في أوقات تناول الطعام، يمكن تجنب صعود قطتك على المنضدة عن طريق وضع طبق طعامها أمامها حتى تفهم أنها يجب عليها الانشغال بتناول طعامها بدلا من مراقبتكم ومحاولة مشاركتكم الغداء. شعر القطط هو أحد المميزات الجميلة التي تتمتع بها، لكن البعض يهمل شعر القطة بشكل مبالغ فيه. هل تعلم أنك تستطيع تقليل مشاكل تساقط شعر قطتك فقط عن طريق تمشيط شعرها مرتين أو أكثر أسبوعيا؟ القطط تقوم أحيانا بالقاء لما يسمى بكور الشعر. هذه الكرات تتكون داخل معدة القطة بسبب لعقها لفرائها بشكل متكرر. لذلك في حالة تجاهل تمشيط شعر قطتك، يجب أن تتوقع زيادة في كمية كرات الشعر التي ستخرج من قطتك. المعدل الطبيعي لكرة الشعر هو مرة أو مرتين شهريا، لذلك فإن تكرار القيء أكثر من مرتين شهريا هو مؤشر لعدم اهتمامك بشعر قطتك بالشكل الكافي. في حالة اهتمامك بشعر قطتك بشكل صحيح وتكرار مشكلة كرة الشعر أكثر من مرتين شهريا، فربما يكون ذلك دلالة على مرض معوي يحتاج أن تستشير الطبيب البيطري. أخطاء تربية القطط قد تتسبب في حدوث مضاعفات نفسية أو جسدية كثيرة لقطتك، لذلك عليك الانتباه وأنت تتعامل مع قطتك حتى تستطيع أن توفر لهذه المخلوقات الجميلة أفضل رعاية واهتمام. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد وحصري.